الله يصلحه هالرام، كان اخذ له اذن ساعد زمان تغدى ورجع، مو كل يوم حيصح له مين يطبخ محاشي بالاكل الشاميه. لك اذا بقول لك اني شفتها بمنامي لهالاكله صدقني. ان شاء الله خلي صحة. عنك عمي خلي عنك، هلا الخير بتسكت. لا عمو بتفزرهم، هذا الكوسه ما له حيل. انا بدي جده يصب لي. لك تكرم عيونك يا عيون جده، انت انت كل نجاط راسها. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هاد شو هاد؟ هات لنشوف قديش تعطيني علامة على 10. 9.5. ولو وليه غصيت بهالنص؟ لا لا تخنها ابو سامي، يعني بدك كان يعطيك العلامة اللي بعطيها لأمي الله يرحمها. لا ما صح، بهي غلبتني الحقيقة. لما الواحد بيبرم الكرة الأرضية كلياتها ما بيلاقي مثل نفس وفاء الطبخ. عمو نحن عم نحكي على الأكل الشامي، ها انت بتعرفي رأيي بطبخك. ليش انت دقتوا لأكل بابا؟ ولو شو نسيت لما كنت تجي لعنا وتعملنا كل أكلة ناكل أصابيعنا من وراها، خصوصا هاي الكبة النية وجنبها الفراكة والحوسة. اوه صلى هذيك الأيام لك يا سامي. اي والله صلى يا بابا. تذكر يورينا كنا لما ننزل عن بيت أهلي عالشام ما كانوا يقبلوا ينيمونا إلا بغرفة نومون، وهن يناموا بغرفة العادة. صلى. حكيت مع شركة التنظيف؟ ما لا ما حكيت. ليش؟ إمتى موعدك؟ اليوم. طيب ليه ما ذكرتيني؟ افتكرتك متذكر. والله راح عن بالي. طيب وهلا شو الحل؟ اتصل فيهم وقلهم يأجلوا الموعد. لا مستحيل مستحيل يقبلوا، يعني هن بصعوبة لعطونا اليومين. وعن أي شركة عم تحكوا؟ شركة التنظيف اللي بدها تنظف البيت. هلا هن كم يوم بدهم؟ 3 أيام. ليش هو 3 أيام؟ ما بيتكم مثل النفج نظيف لك يا عمو. بلا بابا بدها 3 أيام بالصبر. هو يوم تنظيف ويوم دهان ويوم لحتى ينشر، يعني بتاخذ وقت. شو رأيك قرنينا تاخذي الأولاد وتروحي عن بيت أخوكي؟ وأنا والبابا بنروح على المكتب بنقضي يومين وبعدين بنرجع. لا الله يرضى عليك، ما بدي اخواتك يعملوا ثورة علي. اساسا انا من الشام مقرر ابقى عند كل واحد يوم وبس. مو على كيفك ولا على كيفه يا ابني. الله يرضى عليك ما تعلقني معهم. وعلى كل حالك يا ابني انا تارك البيت بالشام فاضي، لازم ارجع لانه ما في مين يسقي ياسمينة امك. بابا نحن ما شفناك، يعني الاولاد ما شبعوا منك كمان. ليش انا شبعت منهم؟ بس شو بدي أعمل؟ الحمد لله المحبين كتار، يعني لو بقسم حالي 6 شقف ما بو فيكن حق. والله يا ابني ورحمة وفاء وقت اللي ضميتها البنت وشميتها حسيت حالي عود يابس وارتدت له الروح. لا عم تبكي لك يا جدو؟ لو بتقبشي قلبي وحياتك لولا بخاف من زعل عمومك وعماتك لا تقبل يقعد عندكم اقل من اسبوع. ايه وانتوا ها روحوا تجيبوا سيره لحدا اني هون مثل ما انتوا تفاجئتوا هن حقهم يتفاجئوا. ايش نقول؟ علموك تمشي ونمشي ولا بعد؟ امشي ونمشي يا حبيب بعدين سيقولوا شو؟ امشي ونمشي يا حبيب. خلي عم تكبيرها تعلمك يا ايه.